السلام عليكم وتحية خاصة لجميع مشاهدينا أينما كنتم. معكم يوسف دواش من جريدة أسفي جود. اليوم موضوعنا اللي هو موضوع الساعة، موضوع قدوم أسطول من الحافلات للنقل الحضري التابع لشركة خاصة في إطار صفقة عمومية يترأسها المجلس الحضري لمدينة أسفي. أكيد أنه خبر مفرح بالنسبة لنا كساكنة، ولكن قررنا أننا نخرجوا الشارع ونأخذ ارتسامات المواطنين بخصوص هذا الصدد، ونسمعوا المواطنين أشنو غيقولوا لنا على الطوبيسات الجداد. السلام عليكم سيدي. السلام أخويا. أكيد أنك سمعتي بالخبر ديال قدوم أسطول من الحافلات ديال النقل الحضري اللي تحولت لشركة خاصة، وهذا خبر مفرح أكيد بالنسبة لنا كساكن جديد أسفي. هو خبر كيفرح المدينة قطيبة، وخصوصا الناس الموظفين للطلبة لكل شيء، حيت سمعنا على هاد الحافلات غيكونوا زعما فيهم شي حوايج اللي آخر موديل إن شاء الله، كيف تكلم على السيد رئيس المجلس البلدي بالنسبة للويفي غادي يكون بالنسبة للحافلات اللي غادي توفروا عليهم الطلبة لا بالنسبة للجامعة. وهاد البادرة كنا كنتسناوها شحال هادي، ماشي يلاه كنتسناوها، سمعنا بشحال هادي غيدخلوا طوبيسات جداد بحال هكايا باش تنفس حتى بالنسبة للمدينة، تنفس شوية من ترونسبور والإنسان يحس براسو راك في طوبيس. وملي الحافلات جداد جاو، شنو رسالتك للمواطنين بخصوص خويا؟ رسالتي للمواطنين هو الإنسان خصو يوعى شوية، حيت نهضرو بكل صراحة الحافلات عندنا هنايا ربما راه شتي لي شونطيو ديال الحافلات اللي كاينين، راه ما كاينينش شي مدينه اخرى، راه كاينين غير في هذه المدينه هذه. وكنتمنوا ان شاء الله حتى هذا الشعب ديال اسفي حتى هو يساهم في النجاح ديال هذه الحافلات هادو، ويدخلوا علينا ان شاء الله بالصحه والعافيه. ونتمنوا حتى هاد الناس هما راه محرومين، راه شحال من عام هذا ما شفناش شي حافلات في المستوى، يلا اول مره كنسمعوا بحافلاتنا غيدخلوا في المستوى، ونتمنى يكونوا ان شاء الله في المستوى، وتا الشعب حتى هو يكون في المستوى. السلام عليكم سيدي. السلام خويا. اكيد انك سمعتي بالخبر ديال قدوم اسطول من الحافلات ديال النقل الحضري اللي ولاو تابعين لشركه خاصه، صفقه عموميه اللي كيتكلف بها المجلس الحضري. سمعتي بهذا الخبر؟ اكيد طبعا. وشنو الارتسامه ديالك بعد سماع هذا الخبر؟ هو طبعا خبر صار، ولكن شخصيا لا ارى فيه امتيازا كبيرا، بحكم انه يعني امر طبيعي من ناحيه. أنا اطلعت على الخبر وطلعت على بعض التعاليق، طبعا هناك من يعني يستخف بأبناء المدينة كونهم لا يستحقون مثل هذه المبادرات، ولكن سؤالي إلى متى سيبقى هذا التحقير؟ يعني لو كان هذا هو التصور يعني لدى المسؤولين، فهناك مجموعة من المبادرات يعني لم يكن لها أن تكون، مثلا حاويات الأزبال، ذات وقت كانت حاويات الأزبال مثلا كان الناس يستبعدون أن تكون حاويات الأزبال في الشوارع أو في الأزقة. أشنو رسالتك للناس والأسير بخصوص هذه الحافلات؟ إذا طبعا كيف ما كان الحال وكيف ما كان الرأي، إذا فطبعا مبادرة من هذا النوع يجب علينا أن نثمنها وأن نحافظ على هذه الحافلات طبعا، ويعني ليس فقط الحافلة ولكن جميع المبادرات الإيجابية يجب أن نشجعها كيف ما كان الحال. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعتي بالخبر ديال قدوم حافلات جداد اللي تابعين لشركة خاصة اللي غتقوم بتسيير هذا الأسطول؟ أيه تماما سمعت به. كيف جاك هذا الخبر؟ هو خبر مفرح خاصة بالنسبة لنا حنا الطلبة اللي كنستعملوا الطوبيس بزاف، و اش غادي نقول لك، مؤخرا ولينا تنعانوا من هاد الطوبيسات اللي كاينين ديجا قدام وداك الشيء، سو هاد المبادرة مزيانة. مبادرة طيبة. شنو الرسالة اللي توجهها للمواطنين بخصوص هذه الحافلات، وخصوصا في إطار أنهم يحافظوا على هذه الحافلات؟ كنطالب من جميع المواطنين أنهم يحافظوا على الطوبيسات، لأن شي حاجة ديالهم كيستعملوها هما، إلا مشاو تخسروا ولا كان شي عطب ولا شي حاجة، راه هما اللي غادي يتضروا في الإطار الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام. اكيد سيدي سمعتي بالخبر ديال قدوم حافلات جداد في اطار شركه اللي غادا تسير هذا القطاع؟ سمعتي بالخبر؟ اكيد سمعنا به سيدي وفرحنا ليه مزيان،
خاصة هنالك. أشنو رسالتك للمواطنين؟ رسالة للمواطنين هو خاصهم على الأقل يحتفظوا عليهم واحد المكسب مزيان للمدينة وسميتو، حتى بالنسبة للأجانب اللي غادي يجيو سميتو يشوفوا داك الشيء نقي والطوبيس نقي والمدينة نقية. خاص المواطنين يساعدوا حتى هما، خاص المواطنين يساعدوا. أنت كونك واحد من الناس المقيمين بالجالية المغربية بالخارج وأنت ابن أسفي بار شكرا. بين هاد الناس بيننا وبين هذوك الناس عقلي خاصها العقلية تبدل واحد شوية. مال هذوك باش حسن منا؟ راه محسن لنا بوالو السي يونس كذب عليك. يعني رسالة موجهة هو الله يرحم الوالدين، خاص الناس يحتفظوا على هذا المكسب اللي وصل لعندهم في 2019 سميتو ويتهلاو فيه. ماشي اللي كاين بلا تخريب ويخلص، خصو يخلص التذكرة ديالو ماشي يركب فابور. هادشي اللي بان لي انا. اذا سمر الدين مره اخرى رجع لك في هذا السؤال، فاحنا دابا غير بالصدفه لقينا معك مواطن اجنبي هو ايطالي الاصل، انت نقدروا نقولوا عليك سفير ديال حاضره المحيط بدا نجيبوا لنا حتى لك. اشنو رساله هذا المواطن الاجنبي للناس ديال اسفي وبغيتك توصل ليه الرساله بخصوص الحفاظ على المنشات ديال المدينه ديالو؟ هذا التلوية هذا تكون مالا فيض لا سيتواسيون هذا كوست كورير كاين ترانوين اي صافي البروسيم ميز كوما لي تراتنو بينا كاين ليستر كاين من مروك كوزا لي ديجا دو بارون نو سو بيلي تو وليامو كي لي تراتنو بين كي تشي فانو اتانسيون بيرشي اون كوزا امبورتانت بير لا ترانسبورت e per la loro sicurezza poi è importante che li guardano bene, pulite e fanno attenzione alle regole come si dice. كوزي قال لك السي يونس هذا السيد هذا خاص الناس قال لك ديال المدينه ولا المسؤولين سميتو يتهلاو في هذا المكسب كما قلنا الكلام في الاول ويخلصوا التذكيره ديالهم ويحافظوا عليهم بهذا الشيء اللي كاين. قال لك بحال الناس اخرين ما فايتين حتى شي حاجه اخرين صافي هذا الشيء اللي قال. شكرا لك ومرحبا بك في اسفي. هذا تيرين غراسيو تيرين غراسيو. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم لاله. السلام عليكم. سمعتي الخبر ديال المخطوطين بوسطو ديال الحافلات جداد اللي غيكونوا في اسفي اللي غيتسيروا من طرف شركه خاصه؟ سمعتي بهذا الخبر؟ اي سمعنا بهذا الخبر وشفنا عليه انت. هو خبر مفرح. ملي هو خبر مفرح شنو الرساله ديالك للساكنه بخصوص هذا الصدر؟ وانا اللي غنقول الساكنه هو ان هذوك الطوبيسات راه ديالنا ديالنا كلنا وخصنا نحافظوا عليهم لان غيركبوا في وليداتنا والدينا، يعني خصنا نحافظوا عليهم وما نخليوش ما نخليوش من نخليوش المدينه ديالنا فوالا ماشي اي حاجه زوينه اي حاجه زوينه خصنا نحافظوا عليها باش تبقى للناس اللي من مورانا ما نخربوهمش. وما الا كان عندنا شي غضب نعبروا عليه بطرق حضاريه اكثر من اننا نخربوا الطوبيسات ولا هادشي. هذا رايا. كيبان لك غادي زوين؟ اسي في طاقات تبارك الله والناس ديالو راه واعيين، غير هو بافوا كيكون واحد التدمر والناس ما كتعرفش تعبر على الغضب ديالها وبالتالي كيديروا بحال هذوك السلوكات. بخصوص الطوبيسات مره اخرى. وبخصوص الطوبيسات راه ديالنا ولينا ولوليداتنا ولوالدينا خصنا نحافظوا عليهم. تبارك الله عليك. السلام عليكم سيدي. أنا وسليم خويا. الطوبيسات الجداد اللي جاو لاسي. ولكن هذه المدينة عرفتي هذه المدينة ما كيطلعش الطوبيسات، عرفتي شو الطوبيسات حاليا دروك كيديرين، كيدير الدجاج، الشيفور كياكل العصا، الكريسو كياكل العصا، كلشي كي داروا شي فيديو ولا والو ما قادين حتى حاجة. إذا الشركة خاص تكون أماكن أمن، أمن خاص يكون أمن بعد ذاك. خاص يكون مع الشركة باش. هي 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 هذه هي، الطوبيس كنشوف مين، أنا تقريبا واحد 3 سنين كنطلع أنا في الطوبيس كنت خاصم. يلا كيقول لي ديال فرملي قايب بالكن. اذا شنو رسالتك للمواطنين بهذا الصدد؟ رساله المواطنين هما هذه مدينه اسفي خصنا نطلعوا فيها مدينه قديمه والله يعمر هذه راه ولدت الاطنان ديال الاذكياء ولدت بزاف ديال الحوايج علاش حنا اللي جاي يدخل يهبطها خصنا نطلعوه حشومه ديال المدينه. شكرا لك استاذ شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. سمعتي بالخبر ديال قدوم الحافلات الجداد لمدينة اسفي؟ اييه سمعت بهذا الخبر وفرحنا. لا فرحنا بزاف. وشنو رسالتك للمواطنين بخصوص هذا الصدد؟ يعني شنو تقولي للمواطنين على هاد الطوبيسات اللي جايين جداد؟ تهلاو فيهم والمدينه خاصها تزيد القدام شويه والعقليه تبدل. وكنقول حتى للمسؤولين انهم دوك الدراري اللي كانوا باقيين قدام يخلوهم خدامين معاهم، يعني حتى هما يتعاونوا عندهم اسر عندهم عائلات. يعني سمعنا انهم ما بقاوش بداو جابوا شي واحدين جداد وعاوتاني بدلوا الدراري وداك الشيء يخليو حتى الدراري حتى الناس راه مساكن داروا اسر من هاد الطوبيسات خدامين حتى هما وديولنا حنا الله يهديهم وصافي.
اذا معنا السي سمير وهبي رئيس فريق امل الصويريه اكيد واللي هو فاعل جمعوي غني عن كل تعريف. السي سمير سمعتي بالخبر ديال بدور مسطول جديد من الحافله بالنقل الحضري لمدينه عسف؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا به تقريبا هذه واحد سنتين تكلم عليه السيد الامين مدينه اسفي اقليم اسفي، والحمد لله هذه بادره مزيانه لهذا الاقليم اللي هو عنده واحد الخصص كبير في النقل. وكنطلبوا ان شاء الله من المواطنين وخاصه الشباب انهم يحافظوا على هذه الحافلات اللي غيجوا ان شاء الله، اللي غيكونوا واحد دعامه كبيره في النقل الداخلي ديال المدينه والجهوي، وان شاء الله الى حافظوا عليهم وداك الشيء راه غادي يكونوا بالنسبه لهم كنز كبير. بحال دابا خصوصا في المقابلات اللي كتكون ديال البطوله ديال ما بين اولمبيك اسفي والفرق الاخرى، خصهم في هذا الوقت هذا يكونوا ان شاء الله يكونوا كيتسموا بواحد النظام مثلا في الصعود الحافله ومن النزول فيها، وما يكسروش الزجاج ديالها، يعني حافظوا عليها راه تبقى لهم كنز لهم هما والناس اللي من بعد منهم ان شاء الله. والسلام عليكم. اذا معنا السي سعيد النحاس رئيس فريق الصقور فاعل جمعوي ايضا، والجميل في الامر انه مستشار سابق. اشنو ارتسامه ديالك حول قدوم هذا الاسطول الجديد من الحافلات ديال النقل الحضري اللي ولاو تابعين لشركه خاصه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في بدايه الامر كنشكر السيد رئيس المجلس البلدي على التعاون ديالو على اخراج هذا الاسطول وهذا الركود اللي كان من سنوات اللي كان خاصو يكون سنوات قديمه. السيد رئيس المجلس البلدي مشكور على البادره، والسيد العامل حتى هو راه دار واحد الجهد جبار باش خرجوا هذا الاسطول. كنوجه واحد النداء للساكنه باش تحاول ما امكن تحافظ على هذا الاسطول وتشرف المدينه. ونداء خاص البنيه التحتيه اللي هي الشوانط خاصهم يتصيبوا. وشكرا. اذا معنا السي عبد الضيف ازريع فاعل جمعوي ايضا، اشنو ممكن تقول لنا بخصوص الاسطول الجديد الحافلات اللي قدمت الحاضره المحافظه؟ فعلا هذه بادره طيبه قام بها المجلس البلدي، ولو النقل الحضري الان غتكلف به شركه ديال الخواص. هذا النقل الحضري كان تيتسناه الساكنه ديال اسفي بواحد الاشتياق، واخا كنا سامعين عليه هذه سنتين، ولكن الان اللي سمعنا كان غيبداو نهار 1/1 في 2019، ما عرفناش علاش تعطلوا الان. غير التوضيح السي عبد الطيف هو انهم بداوا العمل ديالهم بتهيئه المحطات بتكوين العاملين اللي كانوا قبل غادي يخدموا في الشركه، وغادي يبداوا نهار 1/2 العمل ديالهم رسميا بحضرتك. اي فعلا، وحنا تنطالبوا من الساكنه ديال اسفي باش تحافظ على هذه الحافلات، وراهم غيعطوا واحد الاضافه بالنسبه لا للساكنه ديال اسفي ولا الاقليم ديال اسفي. هما سمعت غيكونوا غيزوروا الجماعات القرويه، وهذا فعل طيب، وخاص تكون اجتهادات في مجالات اخرى مثلا الطرق البساتين. السلام عليكم لالا. عليكم السلام. سمعتي بالخبر ديال قدوم اسطول كبير من الحافلات اللي غيكونوا في مدينه اسفي؟ سمعت به. كيف جاك الخبر؟ مفرح، ولكن بغيت نوصل واحد الرساله للشباب ديال اسفي باش يحافظ على هاد الحافلات النقل، لان ماشي باش فرحان غيمشي يتفرج في ماتش او شي حاجه بحال هكا يبدا يهرس الطوبيسات ويخرب هاد الشيء، لان حنا اللي غنضروا فيه. من بعد كيقدر يولي راكب في الطوبيس وشتا تدخل عليه او شي حاجه بحال هكا. كنقول انهم خاصهم يحافظوا عليه بزاف، لان وسيله كنستعملوها يوميا. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. سمعتي بالخبر ديال قدوم اسطول جديد من الحافلات مدينه اسفي؟ اييه. كيف جاك الخبر؟ هو خبر زوين، وكنتمناو من الناس ديال المدينه انهم يحافظوا على الطوبيسات، لاقاش هي الحاجه الاولى اللي فاش كيجيو الناس للمدينه اول حاجه كيشوفوها هي الطوبيسات، هي المويان ترونسبور اول حاجه كيقلب عليها الناس هو المويان ترونسبور. من الاحسن ان الناس ديال المدينه يحافظوا لنا على الطوبيسات، وان شاء الله نتمنوا ما نشوفوش ما يوصلوش الحاله اللي وصلوا ليها الطوبيسات من قبل.
السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد أنك سمعتي بالخبر ديال قدوم أسطول جديد من الحافلات اللي تابعت شركة خاصة اللي غتكلف تسيير هذه الصفقة العمومية، وهي فيها الخير أكيد على ساكنة مدينة آسفي، خصوصا أن الحافلات في معايير جديدة ومعايير اللي في المستوى. أشنو الارتسامة ديالك بهذا الصدد؟ هو الإنسان خصو لأنه هذاك الشيء هي أمانة، الإنسان خصو تحتفظ، لأنه الإنسان قضية الحافلات الإنسان اللي ركب خصو تحتفظ باش قضية تشرب كوسانات أو يكتب بستيلوات أو داك الشيء، الإنسان خصو يتحتفظ لأنه هو برا الناس كتحتفظ، لأنه الصراحة مزيانة كان الاحترام. واحد المسألة أنك أنت من الناس اللي عايشين كما كنقولوا الناس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأنت ابن آسفي في الأصل ديالك، شنو الفرق بين أوروبا وما بين آسفي للمغرب عموما خصوصا هذا الشيء اللي كنسولوك عليه؟ وهو فرق كثير على برا، ما بين هنا وبرا كاين فرق كثير. العقليات لان الانسان تما اكثر الناس مزيانين صراحه مزيان، كاين فرق كاين احترام كاين بزاف د الحوايج لان المواطنين بهذا الصدد، وخصوصا على مستوى الحافلات. لحقاش حنا كنعرفوا ان 2019 اسفي كتستحق الاكثر، ولكن اي بادره شميله مثل هذه حنا كنشوفوها. شنو رسالتك للمواطنين في هذا الصدد؟ وهو بالنسبه لمدينه اسفي مدينه جميله والحمد لله كبرت مزيانه ونقيه شويه نظيفه، باش لانه نقارن انا البارح كنت بمدينه اخرى في المغرب، الا اسفي مدينه افضل من مدن واكرم من مدن في المغرب صراحه مزيانه، باش مستوى النظافه لا مستوى النظافه صراحه مزيانه. رسالتك في الصدد ديال ان الناس يحافظوا على هذه الحافلات، ومن طبيعي الحال لانه الناس خصها تحتفظ، لان ولا كان الحافلات وهذاك الشيء لانه المدينه تاعها خصهم يتحتفظوا عليها، لانه لا صغار ولا كبار ولا الانسان، لانه منتوج المدينه اللي خصها تحتفظوا عليه. شيء صراحه مزيانه سيدي، يلا مع السلامه. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام اخويا. الخبر ديال الحافلات الجداد اللي جاو لاسفي؟ اي سمعنا شي حاجه من هذا الشيء. شنو كان الخبر؟ صراحه خبر مفرح، نتمنوا يكون بصح نيت بان الحافلات دخلوا. هو من ناحيه بصح هو بصح، ولكن اشنو رسالتك للمواطنين بخصوص الحفاظ على هذه الحافلات؟ وصراحه كما كنشوفوا بان الشباب خاصه شويه الوعي باش يحافظ، حيت هذه الحافلات ديولنا كاملين، ومادام ديولنا كاملين يعني خاصنا نحافظوا عليهم. هذا الشيء اللي كاين.